بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة حمود بن فيصل البوسعيدي وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة سليمان عبد الله الحربي، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.